الرحمن الرحيم يواصل برنامج الباحثين السودانيين في محيط انتصام القيادة العامة في يوم 13 رمضان الموافق 18 مايو 2019 وإن شاء الله يا أخواننا مستبشرين بأنه استئناف المفاوضات إن شاء الله يجيب الحكومة المدنية المطلب كلنا قاعدين صابيننا هنا عشانه حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. يتواصل برنامجنا الآن مع العيادة الميدانية مع دكتور طارق ودكتور وائل من سوار العباسية اللي هو العيادة الميدانية. تفضل يا دكتور. يعطيك العافية دكتور، ونحن بنشكر منبر الباحثين السودانيين على اتاحتهم لنا الفرصة عشان انه نقدر نقدم حتى ولو جزء قليل جدا من المعلومات الممكن تفيد المجتمع وتفيد المواطن السوداني كعموما. تمام، طبعا انا ما عندي علاقة بالسياسة، يعني ما حقدر اتكلم في السياسة كثير، لكن نتمنى انه لين استئناف المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير انه يثمر ان شاء الله وبجد يعني يصدق المجلس العسكري ويسلم السلطة المدنية كما وعد. يعني تمام، الليلة نحن حنشتغل العيادة الميدانية بتاعتنا واصل هي امتداد لدكتور محمد عيد، هو يشتغل الإسعافات الأولية. نحن لا أنا حيشتغل حاجة مختلفة تماما على الإسعافات الأولية واللي هي الاستخدامات الخاطئة للأدوية أو للعلاجات عموما. تمام، بتكلم في ثلاثة فئات. تمام، الفئة الأولى اللي هي كبار السن. تمام، الليلة بيجي الواحد بيقعد يقول يا أخي والله أنا مثلا عندي صداع، أنا عندي حمى، فبالتالي بنلقى عندنا خالتنا حبوبتنا في البيت والله يا أخي أنا الحبوب دي أدوني لها ونفعتني، مع أنه هي ما عارفة أصلا الحبوب دي أدوها لها ليه وهي أصلا كان عندها شنو. تمام، هي مع الأعراض احتمال تكون واحدة لكن الأمراض بتختلف. تمام، دي الحاجة الأولى في الحاجات يعني عند الناس الكبار. أحيانا زول بيكون مريض سكري ممكن تجيه حمى، ممكن يجيه طمأنينة، ممكن يجيه استفراغ نفس أعراض الملاريا، ولكنه هو أصلاً زول مريض سكري. الحالات دي جايز تكون لارتفاع السكري عنده. تمام، فما ممكن أنا أقوم أديه حبة بتاعت بنادول أقول له خلاص يعني أنت عندك حمى أو عندك صداع البنادول ده حيقوم ينزل لك، أو أقوم أديه حبة بتاعت موتيلات يا دكتور اللي هي مضاد استفراغ أو مضاد طمأنينة، أنا هقول له خلاص إنه الحاجة دي حتوديها لك. تمام، مع إنه هو زول ممكن يكون في حالة بتاعت ارتفاع للسكر في الدم. تمام، فيلا نحن يا جماعة الأدوية دي ما نستخدمها إلا باستشارة من الطبيب أو من الصيدلاني، لأن هم الاثنين ديل أكثر اثنين عارفين المضار والمخاطر بتاعت الأدوية وعارفين استخداماتها تماما. تمام، دي الحاجة الأولى عند كبار السن. الحاجة الثانية والمخيفة جدا عند الأطفال اللي هم البيتياتريك، دي يا جماعة أخطر حاجة. يعني الزول ما يجي طفل عنده يعني أمراض الطفولة كثيرة. تمام، او احتياجاتها السيمتومز بتاعتها اعراضها ممكن تكون شبيهه لبعض، انا ممكن ادي الطفل اي علاج او طفل ده علاج طفل ثاني، انا اجي اشوف انه نفس الاعراض عند الطفل ده انا اقوم اديها للطفل ده. تمام، دي حاجه يا جماعه بتعرض الناس لمشاكل كبيره جدا. الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها المسكنات. انا لا يا جماعه اكثر حاجه متوفره عندنا في البيت السوداني اللي هي المسكنات، مع انه المسكنات دي اخطر انواع العلاجات، لأنه بتدخل فيها تركيبات سمية في الصيدلة عندهم لها قسم خاص اسمه قسم السميات. تمام، بتدخل فيها بنسب متفاوتة ممكن تأدي مباشرة بتضرب الكلى مباشرة، دي أصلا ما عايز 2-3، وأي مسكن أنت كترت منه أعرف أنه حيكون عنده مخاطر في الكلى مستقبليا. تمام، ما ممكن أنا أقول لك يا أخ والله يا الزول ده يعني أنا العلاج ده مثلا باخده لأي سنة ما عمل لي حاجة. تمام، انت العلاج اللي بتاخده لك سنه وما عمل لك حاجه ده لانه اصلا اوريدي جسمك اكتفى منه وكون اجسام مضاده. تمام، لانه انت اصلا جواك في حاجه اسمها الوايت بلود سيلز اللي هي دي اسمها كريات الدم البيضاء، ومهمتها انها تكون تكون وسائل دفاعيه ضد اي حاجه مرض ولا علاج. تمام، مرض او علاج، اي نعم انت بتاخد علاج للمره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وما حيعمل لك حاجه لانه اوريدي تكون جسمك كون شنو كون مناعه ضد الحاجه دي. تمام، فبالتالي يا جماعه المسكنات هي اخطر حاجه. ما ناخذ مسكن على طول، اي صداع انا ما اخذ له مسكن، انا اشوف ذات المقاومه بتاعت جسمي هتشتغل كيف، هل انها هتتصدى للحاجه دي ولا لا. تمام، بعدين يا جماعه المسكنات ذاتها مختلفه. تمام، او النسب بتاعتها بتختلف، يعني مثلا عندك في دكتور ديكلوفيناك الصوديوم اللي هو الفوتريكس، اغلب الناس بيعرفوه حبه كده برتغاليه صغيره كده بياخدوها نص الرطوبه. تمام، بتبدا معك من تركيز 25 ملغرام لحد ما تصل 50 75 لحد ما تصل 100
تمام. يلا انا ما ممكن زول باخذ 25 ملي جرام امشي اخذ لي حبه بتاعت 50 ملي جرام، مستحيل دي طبعا. كده انا غيرت الخواص بتاعت الكيدنج بتاعتي، غيرت الخواص بتاعت الكلى بتاعتي انه انا يعني بديها نسبه معينه بتقدر تطلعها، تمام. فبالتالي انا ما ممكن اديها نسبه اكبر هي ما بتقدر تتعامل معها، فبالتالي هتترسب، بتترسب على هيئه املاح، تمام. فبالتالي بتكون، بقول لك انه والله زول عنده املاح في البول واحد، بتتطور معك لحد ما تصل مرحله الحصاوي، بتصل معك لحد ما مرحله الفشل الكلوي. دي المسكنات يا جماعة. الكلى دي يا جماعة لو قدرت أصورها لكم هي عبارة عن كوبيبيات، صح؟ تمام، عبارة عن كوبيبيات. الكلى الواحدة فيها ألف كوبيبة، ألف كوبيبة أو ألف فلتر بالبلدي كده، فيها فلاتر، الفلاتر دي فيها ألف، تمام؟ الكلى دي طبعا لأنه إحنا ما بنقدر نركب إسبير، ما ممكن أنا عندي فلتر واحد ضرب حقوم أجيب لي فلتر من السوق أركبه. الفلتر البضرب ده بيشتغل الفلتر الثاني، البضرب بيشتغل الفلتر الثالث، البضرب بيشتغل الفلتر الرابع، تمام. المسكنات دي وين بتتمركز؟ دي في الفلاتر دي، بتسددها، بضرب الفلتر بتحول للبعده، تمام. انا كليتي اتعطلت مره واحده، اتعطلت بفعل شنو؟ بفعل المسكنات، تمام. بتتضاءل النسبه بتاعتها، نسبه العمل من 100% بتتناقص 95% 75% 55% 45% 15%. هنا نحن وصلنا لنقطه اوسع على الصفر زي ما بقولوا، هنا خلاص الكلى بتاعتي ثاني ما بتشتغل، وانت السبب فيها اللي هي شنو؟ اللي هي المسكنات، تمام. في نوع ثالث من انواع المسكنات، انا تكلمت عن نوعين. النوع الثالث من انواع المسكنات اللي هو المسكنات اللي بتشتغل في حاجتين، تمام. بتشتغل كمسكن للالم اللي هو الكليربين، وبتشتغل في النيرف سيستم، بتشتغل في النيرفات اللي هي بتشتغل في الاعصاب. ولهذا انا اعتقد انه اي شاب اللي انا لو سالته قلت له يا اخي في مسكن بيشتغل في الاعصاب هو شنو؟ هيعرفه. اول حاجه حيقول لي الترامادول، تمام. الترامادول ده يا جماعه يعني انا داير اقول لكم انه عباره عن الموت البطيء، تمام. الموت البطيء، موت بطيء كيف؟ اول حاجه قبل ما اخش في الموت البطيء انا عايز اديكم معلومه، هل تعلموا انه كل الامراض اللي بتؤدي لهلاك الحياه بتجي صامته؟ بتجي صامته. كيف الفشل الكلوي؟ انا بحس انك الوتيب توجعني، لا لا ما في. الاورام الخبيثه حمان الله واياكم، انا بحس انه الاورام ده في وجع، لا ما في. نحن ما بنحس بالالام او اعراضها ما بتظهر الا في مراحل متاخره جدا. فالترامادول ده يا جماعه حاجه خبيثه جدا جدا، بيمشي في الدم وبيدخل في حاجه اسمها النيتروفيل، تمام. بيدخل في الخلايا بتاعت النيتروفيل وبيتهيئ، بياخد الشكل بتاعه، تمام. لما يكون هو ماشي في الدم يكون ماخذ الشكل بتاعه، لما نتعرف عليه الاجسام المضاده اللي هي كره الدم البيضاء في الجسم بتعرف انه دي نيتروفيلة، يعني حاجه معروفه من مكونات الريد بلود سيل، من مكونات كره الدم الحمراء، تمام. ايوه هتكون ماشي، هيتعرف عليه انه دي نيتروفيل، دي نيتروفيل، دي نيتروفيل، بتعرض بعدك لتوالد الانقسامات وانقسامات وانقسامات، لما ما انه خلاص تبقى الغالبيه العظمى له، هيتم بعدك بيمشي وين؟ بيمشي بيهاجم لي الكبني بتاعتي، بيهاجم الكلى، تمام. اول ما يهاجم الكلى مصيبه ثاني، مشكله، مشكله كبيره جدا جدا. هي معنا بعد المسكنات بوجه عام، ومن المسكنات اللي بتشتغل في الجهاز العصبي بتشتغل كمسكنات للالام في نفس اللحظه. انا تكلمت عن الترامادول، همشي اتكلم عن حاجه ثانيه اللي هي اسمها الكولازابام او الكولوترين. دي من الحاجات بتدخل في المثبطات ومسكنات الالام ومهدئات للاعصاب في نفس اللحظه، تمام. طيب يا جماعه المسيره بتاعت العلاج بتبدا من وين؟ او المسيره بتاعت الحبايه دي انت بتبدا من وين؟ بتبلعها، صح؟ بيحصل لها ابزورشن، بيحصل لها امتصاص، تمام. الحبايه اول ما يحصل لها امتصاص بتدي اشارات المعده، بتدي اشارات للدماغ يا اخي انه والله في مركب الفلاني كولوترين دخل الجسم، تمام. وين المنطقه بالضبط هي محتاجه للكولوترين ده عشان انا اقدر اوجهها، تمام. انا اوجهها هنا تمشي للمنطقه دي، الدماغ اوريدي هيجيب انه ما في منطقه محتاجه لها. طيب تمام، بما انه ما في حاجه محتاجه لها في جسمك هتمشي وين؟ هتمشي الجهاز العصبي، هتمشي الجهاز العصبي، تمام. مشت الجهاز العصبي وادتك الاسترخاء، وادتك الساعات اللي خلتك فيها انك انت حاسس فيها انك انت طاير، انك انت ريلاكس جدا، تمام. انك انت يعني مادي بكمون ومار بسكون عجيب جدا جدا، تمام. هي في اللحظه دي عملت شنو؟ في اللحظه دي
احساسي انه كانه انا جبت لي زول تمام وربطته خليته انه ما يمارس مهامه او ما يمارس عمله تمام في لحظات معينه. هو تمام هو حيكون معزول هو حيكون واقف تمام في اللحظه دي انت الاعصاب بتاعتك مفصوله تماما عن الدماغ. انت اذا حصلت لك اي حاجه اعصابك دي ما حتقدر توصل اي اشاره للدماغ بانه والله في حاجه حاصله في اللحظه الفلانيه دي. فبالتالي انت ممكن انت تحت تاثير اي عقار من العقارات انت تكون ما حاسس باي الم او ما تكون حاسس باي حاجه حولك. انت بتكون بالضبط كده انت فاصله من العالم من برا تمام. الفصله دي يلا بتجي كيف؟ الفصله دي بتجي يا جماعه بانقطاع عن طريق الاعصاب. اثارها شنو الحاجه دي؟ اثارها اولا حاجه بتاثر في الجهاز العصبي مبدئيا ووسطيا ومستقبليا. كيف مبدئيا؟ مبدئيا في اللحظه دي انه انت اعصابك بتكون شنو؟ بتكون انها ما قادره توصل اي اشارات للدماغ او ما قادره تواصل المهمه بتاعتها اصلا هي من اجل ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اللي هي ترانسبورتر اللي هي ناقل تمام بتنقل للدماغ. الحاجه الاولى. وسطيا كيف؟ وسطيا يا جماعه انه انت في الفتره من بعد ما انك انت تنتهي من تاثير العقار بتكون انت في فقدان جزئي للذاكره انه الحصل شنو يا ربي انت ما متذكر الحصل شنو بالضبط. انت ما متذكر الحصل شنو بالضبط ليه؟ لانه اصلا ما كان في حاجه تمشي لدماغك تمام عشان انت تحاول اصلا تتذكرها. فبالتالي ما في حاجه خشت دماغك معناها اصلا ما حتتخزن وين في الذاكره بتاعتك. انت حتكون عندك فقدان جزئي للذاكره بترجع متين بترجع بعد ما يزول اخر تاثير اخر ذره من الحاجه اللي انت اخذتها دي تمام. دي وسطيا. مستقبليا بتاثر في شنو يا جماعه؟ بتاثر اول اثاره مباشره في الجهاز التناسلي. هتزند تقول لي كيف؟ هي حاجه في الاعصاب هتاثر لي مستقبليا في الجهاز التناسلي وخصوصا عند الذكور. خصوصا عند الذكور كيف؟ تمام يا جماعة. هل تعلموا أول الحاجة إنه العضو الذكري تمام هو عبارة عن نهاية أعصاب كل الجسم. نهاية أعصاب جسمك دي كل أعصاب جسمك من سبيبة شعرك لحد ما أطفر رجلك نهاية أعصابك دي كلها موجودة وين؟ موجودة في الجهاز التناسل الذكري تمام؟ أوريدي معناه خلاص حاجة أثرت في الأعصاب معناه أثرت وين؟ أثرت في الجهاز التناسلي. دي مستقبليا بتؤدي للعقم بتؤدي لمشاكل مصاحبه للجهاز التناسلي. انا ما حيتكلم عنها تمام لانه موضوع يطول شرحه تمام. هتاثر يعني اخر حاجه ممكن تاثر فيها اللي هي بتؤدي للعقم. تمام. دي اللي هي من ناحيه بتاعت من النواحي بتاعت العقارات المهدئه او المسكنات للالام تمام. نجي تاني تمام. نجي تاني للعلاجات اللي هي الانتيبيوتكس اللي هي المضادات الحيوية. والمضادات الحيوية دي موضوع كبير جدا واحنا مخرمجين فيها سبحان الله خرمجة شديدة خلاص تمام يا جماعة. اي زول جاته نزلة جاو التهاب طوال يمشي يبلع ثلاثة حبات ما عارف الثلاثة حبات دي زادها حق شنو اللي بدأ عالج شنو. اي زول جاو التهاب طوال يمشي ياخد اموكلان ما عارف اصلا الاموكلان ده هو بياخده ليه تمام. اول حاجة الالتهاب هو نوعين. حاجة اسمها البكتيريا الانفكشن اللي هو الالتهاب البكتيري والفيرال انفكشن اللي هو الالتهاب الفيروسي تمام. الحاجة الاولى الالتهاب البكتيري ده عنده انواع معينة من انواع العلاجات اللي بياخدها تمام اللي هي الامبسلينات عموما تمام اللي هي بتتمحور في البنسلين في الاموكسيسيلين في الامبوكلوكس تمام في الاستروميسين تمام. دي الحاجه اللي بيعالجها اللي بتعالج ليش انه بيعالج لي الالتهاب البكتيري تمام. وفي حاجه ثانيه اللي هو الالتهاب الفيروسي. الالتهاب الفيروسي ده يا جماعه ما بينتهي ودي الحاجه اللي انا عايز اركز عليها كتير جدا لانه الالتهاب الحالي الموجود في القياده العامه هو التهاب فيروسي. انت اذا اخذت له جبل كامل بتاع مضاد حيوي ما حيعمل لك حاجه. انت ممكن الاثار بتاعه الالتهاب في حد ذاتها تنتهي الحمى الصداع الفتور التكسر في الجسم لكن الجحه تمام والاحتقان تمام والحاجات اللي انت ممكن تحس بيها كاعراض هي ما حتنتهي ليه؟ لانه هو عباره عن فيروس والفيروس ده اذا ما تم دورته كامله او دوره حياته كامله في الجسم ما حيطلع او ما حينتهي تمام ما حينتهي. طيب انا هعمل شنو في الحاله دي؟
انا حاعمل يا جماعه ان انا حاخذ حاجه مضاده للاعراض تمام. انا ما حامشي على طول اقول للدكتور يا اخي دخلك بلي فراشه يا اخي اديني حقن انا اللي التهاب بتاعي ما ينتهى او انا ابدا لي علاج حبه حبتين ثلاثه حبات وانا اقيف اقول ان انا ما عمل لي حاجه تمام. من الحاجات الخاطئه اللي عايز انبه عنها انت اخذت علاج لازم تكمل علاجك كامل حتى اذا اخذته عن طريقك انت او عن طريق اي صيدلاني كمل العلاج اللي اخذته كامل حتى بعدك انت باستشاره الطبيب تنتقل للعلاج اللي بعده او تنتقل للحاجه اللي بعده تمام. انت يا جماعه ما في علاج بيشتغل بين يوم وليله تمام. يعني الليله انا بدأت حبايه ما اتوقع انه تماما كل الحاجات اللي عندي انا طوالها تنتهي الليله تمام. العلاج يا جماعه احيانا على حسب طبيعه الجسم. في ناس بيشتغل العلاج من اول حبايه او من ثاني جرعه او من الجرعه الثالثه. في ناس بيشتغل العلاج بعد ما تكمل العلاج بفتره اقلها 72 ساعه. يعني انت كملت علاجك مره واحده حتحس ان انت ما عندك حاجه. انت حتحس انه انت العلاج اصلا ما عمل لك شيء. انت الحاجات اللي فيك لسه فيك تمام. انت لازم تنتظر اقل حاجه 72 ساعه حتى بعد ذاك انت ممكن تلاحظ انه العلاج قدم لك نتيجه ولا ما قدم لك نتيجه تمام. الالتهاب البكتيري يا جماعه بتعالج على طول تمام. علاجاته معروفه. الالتهاب الفيروسي يا جماعه ما بتعالج على طول تمام. هو الالتهاب بينتهي لكن السيمتومز بتاعته او الاعراض بتاعته بتكون لسه مصاحبه لزول ما لون تنتهي الفتره بتاعه الحضانه بتاعه الفيروس في الدم تمام. بنبه للمره الثانيه وللمره الثالثه الناس يا جماعه تحاول ان ما تاخذ علاج الا باستشاره الطبيب او باستشاره الصيدلاني لانه هم الاثنين دول اكثر درايه بالمخاطر بتاعه العلاج بانه هو بسبب شنو بالاثار الجانبيه بتاعته تمام. الحاجة الثانية أو الحاجة الثالثة إنه الناس توقف إنها تتعاطى المسكنات عموما وخصوصا المسكنات اللي بتكون بتعمل في اتجاهين بتعمل في الأعصاب وبتعمل في مسكنات للآلام ودي معروفة تماما تمام. الحاجة الثالثة الناس توقف تتعاطى المهدئات يا جماعة لأنه بتأثر لنا مستقبليا من نواحي كثيرة جدا من نواحي نفسية من نواحي صحية تمام. من نواحي يعني صحية دي يا جماعة أنا بركز عليها أكثر ونفسيا أكثر منها لأنه أوريدي أنت أثرت عليك نفسيا فبالتالي أنت هتكون محطم نفسيا تمام. أتمنى أنه الكلام اللي وجهته لكم أنه يكون يعني لقى القبول وأنه تكونوا عرفتوا المخاطر بتاعة الأدوية. وعندكم دقيقة يا جماعة لو في أي زول عنده سؤال في أي زول عنده استفهام عن أي حاجة ما وضحت في كلام اللي قلته ده تسلموا كثير وجزاكم الله خير ونتلاقى إن شاء الله في محاضرة مقبلة إن شاء الله. الله يكرمك.